السلام عليكم أحبتي. اليوم سوف نقوم بتقديم الدرس الأول في الكتابة والأنشطة الخطية لأطفال التحضيري، أي أطفال 5 سنوات. بسم الله. بالنسبة للهدف من الدرس الأول هو تصحيح طريقة جلوس الطفل وتعليمه كيفية مسك القلم، مع مراجعة للخطوط التي تعلمها في التمهيدي، أي 4 سنوات، والقبل تمهيدي 3 سنوات. بالنسبة للنوع الأول من الخطوط الذي سوف نتناوله في الدرس الأول هو الخط العمودي. إذن بعد تصحيح طريقة الجلوس ومسك القلم سوف نقوم بمجموعة من الأنشطة بهدف مراجعة الخط العمودي. النشاط الأول سوف نقوم بتجسيم خط العمودي ليتعرف عليه الطفل أو يراجعه بواسطة الأعواد. يمكننا أيضا استعمال أقلام أو شفاط عصير، أي شيء متوفر لديكم. النشاط الثاني بالنسبة اليوم الثاني هو طباعة خط عمودي بواسطة الألوان المائية وكرات الصوف بومبوم. سوف يقوم الطفل بغمس كرات الصوف وطباعة في شكل خط عمودي. هذا التمرين يهدف أيضا إلى تنمية الحركات الدقيقة وتدريب أصابع اليد استعدادا للكتابة. الحصة الموالية خط عمودي باتباع النقاط. نقوم برسم مجموعة من النقاط على ورقة في شكل خط عمودي، ويقوم الطفل بمسك القلم واتباع هذه النقاط. يمكننا أيضا رسم غيمة ونقول للطفل أن المطر تنزل بشكل عمودي. تجدون أيضا عديد من التمارين عن الخط العمودي في الانترنت، أو يمكنكم استعمال هذه الورقة التي سوف أترك لكم رابط تحميلها في صندوق الوصف. إذن الحصة الموالية التدرب على رسم خط عمودي على ورقة بمفرده بدون تنقيط. الحصة الأخيرة سوف تكون مخصصة للتدرب على رسم خط عمودي على اللوحة أو السبورة. حسب إذا كنت في القسم سوف يقوم برسمها على السبورة، وإن كنتم كانت الأم في المنزل تقوم بتدريب ابنها سوف يقوم برسم خط عمودي على اللوحة بواسطة التباشير. في الختام شكرا لكم والسلام عليكم.